بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد جاية مع بداية العد التنازلي لمباراة القمة نهائي إفريقيا إن شاء الله يوم الجمعة القادم بين الزمالك والأهلي. مباراة بالتأكيد الكل بينتظرها لأنها نهائي لموسم إفريقي طويل جدا، ماراثون كان طويل للفريقين سواء للأهلي أو للزمالك. لكن بالطبع عندنا تغطية خاصة وعندنا أخبار مهمة جدا بالنسبة لمعسكر النادي الأهلي خلال المرحلة اللي جاية. لكن قبل كل شيء وإحنا داخلين على هذه المباراة الهامة، أهم شيء في هذه الفترة هي رسائل الدعم المعنوي اللي ممكن يقوم بيها جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. الحقيقة كل ده تم خلال الفترات الأخيرة، لكن النهاردة إحنا بنواصل هذه الرسالة من خلال طرح سؤال عبر السوشيال ميديا. وجه رسالتك أو وجه رسالة دعم للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وبالتأكيد من خلال هذه رسائل الدعم طبعا بيبقى لها تأثير إيجابي وكبير جدا قبل مباراة القمة يوم الجمعة القادم. لكن خلونا نبدأ حلقة النهاردة بأهم العناوين، وعندنا ثلاثة عناوين بتفاصيل مهمة ولكن هنتابعها خلال الحلقة. نبدأ بعناوين حلقة ترند. في ترند الأهلي، الأهلي يواصل معسكره ويجري مسحة الكاف. وكمان في ترند الأهلي، الفريق يخوض مرانه الرئيسي غدا على استاد القاهرة الدولي. وفي الترند العالمي، صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2020. أهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا النهاردة في استعراض لعدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا. طبعا زي امبارح وزي الجولات السابقة في مباراتين الساعة 8 إلى 5 وست لقاءات في حدود الساعة 10 مساء. لكن مباراتين النهاردة الساعة 8 إلى 5، أول لقاء بروسيا مونشنجلادباخ الألماني هيلعب مع شختار دونيتسك الأوكراني، أولمبياكوس اليوناني هيلعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي. ولكن الساعة 10 في ست مباريات مثيرة وقوية، باير ميونخ الألماني مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، أتلتيكو مدريد الأسباني هيلعب مع لوكوموتيف موسكو الروسي، إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة قوية جدا مع ريال مدريد الأسباني، مارسيليا الفرنسي مع بورتو البرتغالي، وليفربول الإنجليزي مباراة بتهمنا بالتأكيد هيلعب النهاردة أمام أتلانتا الإيطالي، وفي الختام أياكس أمستردام الهولندي أمام ميتلاند بطل الدنمارك. مباراة قوية ومثيرة، ودوري أبطال أوروبا دخل في المراحل الحاسمة، لكن بطبع عندنا تفاصيل أكتر ومباراة أهم، مباراة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا. كل هذا وأكثر ولكن بعد الفاصل في فقرة ترند الترند. طبعا أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. طيب طبعا الكل بلا استثناء مفيش حديث يعلو خلال الفترة الحالية إلا على مباراة القمة يوم الجمعة القادم، وطبعا السوشيال ميديا كلها ما بتتكلمش إلا المباراة والناحية الفنية والغيابات والمسحة الطبية وأمور كثيرة جدا. لكن في جزء إيجابي عايز أبدأ بيه فقرة ترند الترند. الجزء الإيجابي الحالة اللي عاملها جمهور النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا. الحالة دي طبعا هيبقى عامل إيجابي وروح معنوية جيدة للفريق وللجهاز واللعيبة، لكن في نفس الوقت طبعا لسه عندنا ماتش قوي وعندنا لعيبة إن شاء الله تعمل مباراة كبيرة. لكن الجزء المعنوي ده بيفرق في إيه؟ إنك ممكن تعمل هاشتاج يتصدر تويتر سواء محلي أو عالمي. من يومين اتعمل هاشتاج وكان فيه أكتر من 1,100,000 تغريدة، لدرجة حتى أنه كان داخل من أهم أكبر 5 تغريدات على مستوى العالم، هاشتاج النجمة التاسعة موسيماني. النهاردة تغريدة اللي هم الأهلي بطل إفريقيا، طبعا ده جاي في نفس التوقيت مع سقوط الأمطار والدعوات، فجمهور النادي الأهلي ما بيشتغلش غير على الجزء الإيجابي والجزء المعنوي ومنشغل بفرقته بس، لأن كمان خدوا بالكم السوشيال ميديا أنت بتركز مع فرقتك، في ناس تانية ممكن تستخدم السوشيال ميديا بشكل سلبي وتصدر رسائل سلبية أو كل اللي يهمها أن هي تعمل بلبلة للمنافس. طبعا ده مش فير بلاي، لكن عموما في ناس بتحب تشتغل على الجزئية دي. لكن الحمد لله اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة من خلال جمهور النادي الأهلي الفعل اللي بيقوم بيه الجمهور أنه يصدر رسائل إيجابية، وبتتعمل تغريدات أو هاشتاج بيتعمل بيه شكل إيجابي. النهاردة الترند رقم 1 على تويتر وهاشتاج اللهم الأهلي بطل إفريقيا. أنا زي ما قلت لكم جاية متزامنة مع سقوط الأمطار النهاردة، وقدامكم على الشاشة ترندنج رقم 1 في مصر اللهم الأهلي بطل إفريقيا. طبعا
الرسائل الايجابيه دي بتبقى مهمه جدا، وان شاء الله يكون لها تاثير معنوي على اللعيبه. طبعا ملهاش علاقه بقى بالنواحي الفنيه والتكتيك وشغل المباراه، ده جزء تاني، لكن الجمهور بيعمل الدور اللي منوط بيه. وانا عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي ان الحمد لله في هذه المرحله وفي هذه الفتره ومع المبادرات الطيبه اللي اطلقها وزير الشباب والرياضه مع كل وسائل الاعلام نبذ التعصب والروح الرياضيه، وانها مباراه في النهايه الكسبان مصري، جمهور النادي الاهلي مشي مع هذا الاطار وكان بيأكد على نبذ التعصب، والرسائل الايجابيه اللي ظهرت على السوشيال ميديا دي اكبر دليل. لكن في المقابل بقى بتشوف وسائل الاعلام امور بعيده تماما عن المهنيه، ملهاش علاقه بابجديات العمل الاعلامي ولا المهني. وانا هعذر لو في حد بيطلع يعمل كده، لانه اولا مش اعلامي. يعني مثلا انا امبارح كنت بتكلم على نقطه مهمه جدا، مفيش حاجه في الدنيا ولا في الاعلام ولا في الصحافه انباء عن اصابه كذا لاعب بكورونا، ده مش في المهنة اساسا ولا في ابجديات العمل الاعلامي. يا عندك معلومه رسميه بمستند رسمي تطلع تقول في كذا مصاب، يا اما تسكت وما تتكلمش. ده الف ب اللي عايز يشتغل اعلام بضمير. لكن مثلا امبارح، وده عمل رد فعلي بقى على السوشيال ميديا، عشان في الاخر الناس لما تيجي تقول ليه في احتقان في الشارع وليه السوشيال ميديا الناس بتتكلم وفي تراشق، هات المنبع او هات الاصل. هتلاقي امبارح مثلا الاستاذ احمد حسام ميدو في برنامجه فجاه بدون سابق انذار يقول لك انا عندي معلومه بس مش هقول الاسم، في لعيب من النادي الاهلي مصحته ايجابيه. عرفت منين ومين اللاعب؟ ما تقول. وبعدين في مسحه رسميه اجريت صباح اليوم، ايه السبق او ايه الانفراد في ده؟ يعني ايه السبق او ايه الانفراد اللي انت تطلع تقول كذا او غيرك يطلع يقول كذا؟ بصراحه على مدار اسبوع الواحد بيتفرج وبيشوف حاجات يعني بجد بجد بتؤثر على المشهد العام للاعلام الرياضي في مصر. وفي الاخر الناس تقول لك ليه السوشيال ميديا محتقن او ليه الجمهور في الشارع محتقن؟ والله هي دي الاسباب. مش هروح في سكه اصل لعيب كوره ما نجحش في التدريب وما كانش لعيب عمل انجازات طيبه فخلاص قال لك امسك الورقه والقلم واطلع وابقى اعلامي. ما للاسف ممكن تكون دي الطريقه اللي ممكن الناس عايزه تشتهر بيها او تكمل شغلها بيها هنا في مصر. لكن ده ملوش علاقه بالاعلام. وانا بدافع عن المهنه لان دي مهنتي. مهنه تخصني. مهنه الاعلام دي مهنه رساله، رساله ساميه. اللي بيمسك مايك او اللي في ايده قلم لازم يعرف لما يقول معلومه يبقى واثق منها 1000000%. وفأحيانا في معلومات بتبقى معلومات مؤكده موثقه بس بتختار التوقيت المناسب، خاصه لما بيكون لها علاقه بالامر الطبي. فبالتالي اللي اتقال امبارح من الاستاذ احمد حسام ميدو عاري تماما من الصحه وغير صحيح، بدليل ان لغايه اللحظه دي الكل مستني نتائج المسحه الطبيه من الاتحاد الافريقي لكره القدم. هل تتخيلوا؟ ما لو واحد واثق من معلومه مش هيستنى مسحه رسميه، خلاص ما هو عنده معلومه من امبارح. ايه اللي هيجد مثلا في مسحه في خلال 24 ساعه غير ان هو اي كلام وهري وخلاص؟ ف يا جماعه رفقا بالاعلام، لان اللي بيمثل الاعلام لازم يكون اعلامي. اللي بيفشل في التدريب او في الكوره ملوش علاقه بالشاشه، لان الشاشه دي تاثيرها كبير جدا على الشارع وعلى الوسط. الكلمه اللي بتطلع مننا امانه، فلازم نكون حريصين على الكلمه واهميه الكلمه قدام الراي العام الرياضي في مصر. الناس كلها بتتابعنا، وعلى مدار حوالي 4-5 مباريات اتعملت مساحات طبيه لكل المباريات الافريقيه. ايه حاله البلبله اللي ظهرت الفتره الاخيره وكل واحد عايز يتسابق بمعلومه والله بنسبه 1000000% غير صحيحه؟ ايه فكره ان احنا نركب الترند باخبار غير صحيحه؟ ما تطلع تقول معلومه وتركب الترند بس تبقى قايل معلومه صح. يعني انا هقول لك معلومه صح لو عايز تتعلم اعلام. هل المسحه الطبيه، هديكم بقى معلومه جديده وده متعلق بلائحه البطوله الافريقيه الموسم اللي جاي، هل المسحه الطبيه اللي اتعملت النهارده هل لازم نتيجتها تطلع النهارده؟ خدوا بالكم من الكلام اللي جاي ده، عشان الموسم اللي جاي هيبقى فيه كلام كتير قوي، فخدوا بالكم من المعلومه اللي جايه. ممكن معلومه زي دي مهمه تركب الترند، لكن مش اي كلام واي كلام فاضي يتقال. هل المسحه الطبيه اللي اتعملت النهارده ضروري تطلع النهارده؟ لا مش ضروري، ممكن تطلع بكره، ولكن ضروري تطلع قبل موعد المباراه بساعتين. تمام؟ لو فريق عمل مسحه طبيه وعنده مباراه بعد 48 ساعه، دي المسحه الرسميه اللي بتتم من خلال اشراف الاتحاد الافريقي، اهم شيء في هذه المسحه نتيجتها تعلن بشكل رسمي للاطراف المعنيه، مش بقول للاعلام، للاطراف المعنيه قبل انطلاق المباراه بساعتين. يعني مباراه الجمعه وعملت المسحه الاربع، الناس من الساعه 4 بتتكلم على المسحه، ممكن ما تطلعش النهارده، ممكن ما تطلعش بكره،
لكن ضروري تخطر بيها الاطراف المعنيه قبل المباراه بساعتين. دي المعلومات اللي انت ممكن تقولها للراي العام، الناس تفهم عشان ما يكونش فيه بلبله. لكن نركب الترند بكلام غير مسؤول، عيب عيب وما ينفعش. والكلام ده مش على الاهلي بس، ده على الاهلي وعلى الزمالك وعلى اي نادي، لان احنا بنتكلم في حاله طبيه وحاله صحيه لبني ادم بينتمي لاسره. ومفيش نادي في الدنيا هيبقى عنده مصلحه ان يكون عنده لاعب عنده كورونا ويحطه في المعسكر موجود في التدريبات. نشتغل علينا شويه ونشتغل صح. نفشل في التدريب لكن في الاعلام ما فيهاش هزار، الكلمه مسؤوليه. طيب الحاجه الثانيه، الاجتماع الامني النهارده عقد بعد ظهر اليوم بخصوص مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الجمعه القادم. الاجتماع الامني له علاقه بالتفاصيل الخاصه بالترتيبات، وصول الفريقين، الحضور اللي ممكن يكون بالنسبه للاعداد اللي هتحضر، ايا كان هي المباراه طبعا مباراه بدون جمهور، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في حضور لاعداد معينه متطوعه عشان تكون في مشهد ايجابي شويه لشكل المباراه في استاد القاهره الدولي. لكن في كل حال او باي حال من الاحوال، المباراه فنيا على ارض الملعب بغض النظر عن كل هذه الظروف الخارجيه هتبقى مباراه كبيره. والغيابات اللي ممكن تكون مؤثره مش هتظهر الا بالنسبه للجهاز الفني، لان كمان لما المسحه الطبيه يتم اعلانها مش بيتم اعلانها لكل وسائل الاعلام، بيتم اعلانها للناديين وللمنسق المسؤول عن المباراه. يعني حتى النهارده البعض يقول لك ايه مصدر في الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي كله اصلا مش هيبقى عنده المعلومه، لان المعلومه بتخص افراد بعينها، ممكن عددهم ما يتعداش اصابع اليد الواحده، اداري هنا واداري هنا، وبتتبعت عبر الايميل. وكمان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الافريقي مع المنسق العام للمباراة فقط ليس الا، فالمعلومة مش مع 30 40 واحد، اوكي؟ فبالتالي ان شاء الله باذن الله اي 11 في المباراة هيكونوا قادرين على اداء مباراة كبيرة. وما ننساش وانا بختم هذه الجزئية، مباراة سي سبور الايفواري في نهائي الكونفدرالية 2014 الاهلي كان بقائمة 14 15 لاعب، ما كناش عارفين نغير احمد عادل عبد المنعم بسبب الاصابة لان ما كانش فيه دكة بدلاء، فبالتالي محتاجين 11 راجل في الملعب. واي اسم صدقوني والله الاهلي بمن حضر والروح المعنويه جوه المعسكر روح معنويه عاليه جدا، وكل البلبله اللي موجوده على السوشيال ميديا والله ما لها اي تاثير على الفريق، الناس مركزه كويس جدا، وبيتسو موسيماني عامل شغل ان شاء الله يكون مميز يترجم ده على ارض الواقع في المباراه يوم الجمعه. لان في النهايه كره القدم في الاول والاخر عنصر التوفيق فيها اهم شيء، وإن شاء الله النادي الأهلي هيكون موفق بإذن الله في هذه المباراة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ولكن في ترند الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. أنا أستعرض مع حضراتكم اللي كتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، خاصة إحنا بنتكلم في تفاصيل فنية وتفاصيل رقمية متعلقة بموعد المباراة. طيب نبدأ أول حاجة مع بعض، يومان فقط يفصلنا عن نهائي إفريقيا، نهاية دوري أبطال إفريقيا من الصفحة الرسمية ليلا كورة على الفيسبوك. طبعا العد التنازلي لموعد وانطلاق المباراة، يومين فقط على موعد هذه المباراة الكبيرة. لكن نكمل مع بعض، ومعانا من الحساب الرسمي للوطن سبورت، وهو خبر عاجل كاف يجري مسحة الحسم للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن. طبعا الكل بلا استثناء بيتكلم على المسحة الطبية وفيما معناها أجريت هذه المسحة صباح اليوم في حدود الساعة 10 صباحا في كلا المعسكرين، سواء في النادي الأهلي أو حتى في معسكر نادي الزمالك. لكن النتيجة ننتظرها، وفي النهاية أي لاعب إن شاء الله هيكون جاهز لهذه المباراة بنثق في الجميع. من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر، وفد ثلاثي من الأهلي لحضور الاجتماع الأمني لنهائي دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي كلف العميد علاء صلاح مدير أمن الجزيرة، والعميد أحمد النحاس القائم بأعمال فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، والعميد محمود حزين مدير أمن فرع مدينة نصر بحضور الاجتماع الأمني الأجرية بعد ظهر اليوم في مديرية الأمن بخصوص الأمور الخاصة بالتنسيق الأمني، سواء بحضور النادي الأهلي أو بحضور نادي الزمالك، وأيضا كمان في حضور مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم، لأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه المباراة مع الاتحاد الإفريقي. طيب النواحي بقى اللوجستيه او الاداريه، صفحه سوبر كوره على الفيسبوك اتكلمت على ان في معلومه او خبر متعلق ان النادي الاهلي او مسؤولي قطاع الكره طلبوا توصيل الوجبات لغرف اللاعبين في فندق الاقامه قبل نهائي القرن. هي الفكره ان الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود حذر ان يكون في اي تجمعات داخل فندق الاقامه، وطبعا سواء في ميعاد الفطار او الغداء او العشاء دي التوقيتات اللي الفرقه بالكامل بتتقابل فيها، لان طبعا
كل لاعب موجود في غرفة، ودي الإجراءات الاحترازية اللي موجودة في المعسكر منذ أن بدأ يوم الأحد الماضي. لكن مزيدا من الإجراءات الاحترازية، كل لاعب الأكل هيجيله لغاية الغرفة بتاعته عشان ما يكونش فيه تجمعات على المائدة، سواء في الفطار أو الغداء أو العشاء، وجزء من ضرورة التباعد الاجتماعي خلال المرحلة الحالية. طيب، برضو خبر متعلق بقى بإمكانية حضور الجمهور. الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك قالوا إن مباراة الزمالك والأهلي بألفين مشجع، ولكن من شباب المتطوعين. طبعا كان في اتصالات مكثفة بتتم خلال الفترة الحالية من اتحاد الكرة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص إمكانية حضور جمهور. الكاف ما عندوش مشكلة، أنا قلت الموضوع ده كذا مرة، الاتحاد الإفريقي لو أنت قلت له أنا عايز أدخل 30,000 ما عندوش مشكلة، ولكن أنت بتقدم الخطة الطبية والفنية لده. ولكن في النهاية أنت هنا بتتكلم على السلطات المصرية شافت أنه ممكن يكون في 2000 مشجع، ولكن الوزارة هتتعامل مع هذا الأمر بخصوص وجود عدد من الشباب المتطوع في الفترة الحالية ببطولات رياضية بتنظم في مصر عشان يكونوا وجهة طيبة وشكل حضاري لمشهد الاستاد في مباراة يوم الجمعة بإذن الله. ده بشكل عام يعني بعض التفاصيل الموجودة عبر السوشيال ميديا بخصوص مباراة القمة. أهرج إلى فاصل ولسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا مكملين مع بعض ونستعرض اللي اتكتب على السوشيال ميديا. لكن وانا معاكم على الهواء مباشره بنتكلم على خبر مباراه الزمالك والاهلي ب2000 مشجع من المتطوعين. الاجتماع الامني لمباراه القمه بين الزمالك والاهلي انتهى منذ لحظات قليله. حضر من الاجتماع الامني ممثلين عن النادي الاهلي ونادي الزمالك والاتحاد المصري لكره القدم، واتفقوا على حضور 25 فرد من مجلس إدارة النادي الأهلي و25 فرد من مجلس إدارة نادي الزمالك وكلا الإدارة التنفيذية لكلا الناديين، ولكن 250 فرد من الاتحاد المصري لكرة القدم هيدخلوا بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم، و250 فرد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و1500 فرد من طرف وزارة الشباب والرياضة، تقدر تقول محبين أو شباب ممكن تابعين لوزارة الشباب والرياضة، أيا كان العدد. لكن بعد هذا الاجتماع الأمني أو في هذا الاجتماع الأمني النادي الأهلي أبدأ تحفظه على هذه الأعداد، لأن الأهلي والزمالك طرف هذه المباراة. اتحاد الكرة هيدخل 250 فرد أيا كانت انتماءاتهم، حد هيبقى عارف ال 250 اللي داخلين من اتحاد الكرة انتماءاتهم إيه؟ طيب الوزارة هتدخل 1500 فرد من محبي وطبعا تابعي لوزيره الشباب والرياضه ودكتور اشرف صبحي، لكن هل في حد هيبقى عارف انتماءات ال 1500 اللي داخلين؟ لكن لما تدخل عدد محدد طرف النادي الاهلي او طرف نادي الزمالك انت عارف خلاص محب الاهلي قد ايه ومحب الزمالك قد ايه. ايضا كمان 250 فرد من الاتحاد الافريقي لكره القدم، فبالتالي انت وصلت الرقم 2000، لكن جوه الملعب انت مش عارف مين بينتمي لمين، فبالتالي ده هيبان يوم المباراه. لكن في نفس الوقت النادي الأهلي عشان كده تحفظ على هذه الإجراءات بخصوص الدخول بالنسبة لمباراة القمة يوم الجمعة القادم بين الزمالك والأهلي. هذه هي نتائج الاجتماع الأمني الذي أجري بعد ظهر اليوم بخصوص التنظيم لمباراة يوم الجمعة. لسه في اجتماع فني آخر بكرة، لكن ده متعلق بقى بوصول الفريقين والحكام وبعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة الجمعة إن شاء الله. آخر حاجة معايا، صفحة في الجول عملت إحصائية ومعني 6 نهائيات ما بين الأهلي والزمالك خلال البطولات الأخيرة أو في آخر 10 نهائيات في جميع البطولات بين الأهلي والزمالك. النادي الأهلي تفوق في 6 نهائيات والزمالك تفوق في 4 نهائيات. بالتأكيد زي ما قدامكم على الشاشة، يعني الأهلي تفوق في عدد المباريات والزمالك، وكانت طبعا في مباريات انتهت بركلات الجزاء الترجيحية. لكن أخرج في هذه اللحظات إلى فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا زميلي العزيز أحمد الغمري، وبالتأكيد هنتكلم على السوشيال ميديا بالنسبة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند أونلاين. ترند أونلاين بقى هنتعمق أكتر في السوشيال ميديا ونشوف السوشيال ميديا إزاي درست الأحداث الأخيرة بخصوص مباراة القمة واللي اتكتب والتوجهات اللي كانت موجودة عبر السوشيال ميديا. لذلك أنا برحب في هذه اللحظات بالزميل العزيز وأحد محرري السوشيال ميديا عبر ترند اونلاين وعبر السكايب الاستاذ احمد الغمري. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير يا استاذ محمد، وسعيد ان انا ابقى معاك. طبعا عندنا كلام كتير بخصوص مباراه القمه، ولكن من خلال منظور السوشيال ميديا
سوشيال ميديا الأهلوية إزاي تعاملت مع الأحداث الأخيرة وحالة البلبلة؟ وأنا كنت شايف في أمور إيجابية، خاصة الدعوات، تغريدات ممكن يكون فيها دعم لبيتسو موسيماني، وتفاصيل أخرى ممكن كمان تكلمنا عنها. تقدر تقول يا استاذ محمد ان السوشيال ميديا الاهلاويه حاولت هي اللي تشد المشهد كله بالمسؤولين بالاعلام بكله للمنطقه الايجابيه. للاسف خلال الفترات اللي فاتت كان في بعض الناس على الشاشه كان لا يتحلوا بالمسؤوليه، على المقابل كان جمهور النادي الاهلي يتسم بروح المسؤوليه رغم ان ما فيش عليه اي مسؤوليه مهنيه، ومع ذلك الجمهور الاهلي على السوشيال ميديا كان يعني مصمم على انه يسحب الجميع ويروح لمنطقه ايجابيه عشان خاطر ما نتجرش للاخبار السلبيه اللي حتى للاسف يعني سلكت طريقها للاعلام. جمهور الاهلي تقريبا يعني خد منصه تويتر، تساهل تويتر في مصر بقاله 23 يوم على التوالي. الترند الاول في مصر اهلاوي منهم 2,200,000 دعم، يعني جمهور الاهلي لم يعرف خلال ال 23 يوم الا لغه الدعم، دعم لجميع اللاعبين، دعم للمدرب موسيماني. اول ترند وصل في قائمه مصر كان 1,000,000 ترند، ده بقى ترند عالمي يا احمد، ترند دخل الترند رقم واحد عالميا، ويعني فكره انه مش بس اول مره يدخل ترند الاول في مصر، كان ب1,000,000 كمان تويته ووصل للترند العالمي. تاني يوم ترند عالمي برضو والترند رقم واحد في مصر بمليونيه تانيه. جمهور الاهلي خد الاجواء من الاعلام اللي للاسف بعضها كان سلبي في قنوات تانية، وابتدى ان الجمهور هو اللي يصنع الحدث الايجابي اللي يبتدي الاعلام غصب عنه يتجه ليه، لفكره ان عندنا ارقام ايجابيه، عندنا جمهور بيتعامل مع الموقف بمسؤوليه، بيتعامل مع فكره ان لو البعض بيحاول يجرنا لفكره التعصب وان التعصب والتنشنه وغيره وغيره هيخلق اجواء مش هتبقى في صفنا، لا انا مش هستجيب ليك، مش هتناول معاك، مش هتبقى رد فعل والكلام ده، انا اللي هسحبك لمنطقه ثانيه واصنع انا الحدث وانا اللي اصنع المنطقه الايجابيه والاعلام الايجابي. المفروض للاسف بعض الموجودين يبقوا يتحلوا بروح من المسؤوليه المهنيه ويتعاملوا بيه، فانا هقوم بالدور ده كبديل عنه. اكيد انت قلت جمله مهمه جدا، خدنا الشائعات دي في اطار نصنع منها محتوى ايجابي عبر السوشيال ميديا. الجمله دي بالزبط. مهمه جدا جدا بالظبط. يعني تويتر اكتسح خلال الفتره اللي فاتت باللون الاحمر ب انا اللي بعمل الحدث، مش هستنى ان انت تصنعني حدث، انت اللي تخليني اعيش جواه، انا هصنع انا حدث اقدر ان انا اعيش فيه. وكمان فكره بقى في نغمه سائده في السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت، ما تكررش الاشاعه. الاشاعه طلعت النهارده، يعني نشوف للاسف كل يوم اعلامي مختلف بيطلع في القنوات يقول اشاعه واخبار عن اخبار عن، مش فاهم اصلا ازاي. يعني مثلا زي ما كنت بتتكلم في موضوع زي كورونا، اخبار عن اصابه فلان بكورونا، يعني مفيش كده، يعني مفيش كده في الاعلام. كان اللغه السائده ومسؤوليه الجمهور اتجهت لفكره انا مش خلاص، يعني ما تكررش الاشاعه، ما تدورش الاشاعه صحيحه ولا لا، ما تقعدش تسال في كل حته الاشاعه صحيحه، هي اشاعه هتفضل اشاعه. عندنا حاجات رسميه، النادي الاهلي الحمد لله كل حاجه عنده في النور، كل حاجه أكيد. الاهلي هو اللي اعلن ان كهربا عنده كورونا، الاهلي هو اللي اعلن ان وليد سليمان عنده كورونا، الاهلي هو اللي اعلن ان صالح جمعه عنده كورونا، ما كانش في اخبار قبلها ان اللعيبه دي عندها كورونا، فالاهلي ما عندوش حاجه مستخبيه عشان خاطر يستنى ان حد تاني يكشفها. النادي الاهلي دايما يمتاز بالشفافيه على مدار جميع اجيال اداراته. اكيد غمري لله. طيب عايز اسالك على هاشتاج بيتسو موسيماني، بالمناسبه الهاشتاج ده كان ليه تاثير كبير جدا في الاوساط الافريقيه، وعدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين شاركوا في هذه التغريده كمان خلال الساعات الاخيره. تقريبا التويتات الاولى في كل، وده بصراحه من مميزات الجمهور الاهلاوي، ان انا ما بحاولش فكره ان انا يعني ما فيش انانيه في الموضوع، كان كل اي حد اجنبي بيشارك في الـ في الـ في الـ في الهاشتاج كان دايما تلاقي التفاعل اكتر معايا عشان خاطر الرساله تبقى عالميه، مش فكره مجرد ان احنا بنكلم نفسنا، احنا بنكلم القاره الافريقيه والعالم. كان دايما فكره الدعم لفكره ان تغطيه وبروز الدور الصحافه الاجنبيه الناس المشاركه. وبعدين عايز حضرتك تتخيل فكره ان يبقى حد عايش في جنوب افريقيا اول مره يشوف موسيماني عنده في الترند في قائمه الترند يلاقيه من جمهور النادي الاهلي، يدخل يدور يشوف بقى ايه الموضوع، ايه النادي ده، ايه امكانياته. الاهلي كتير من الناس اللي موجوده ما بتتخيلش، يعني الاهلي معروف رقم
وده رد على اقوال عجيبه وصلت مؤخرا ان نوعيه جمهور الاهلي، اديك بتشوف نوعيه جمهور الاهلي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي بتتفاعل ازاي، بتشوف جمهور نوعيه جمهور الاهلي عندها وعي ازاي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي عندها مسؤوليه ازاي، بتشوف نوعيه جمهور الاهلي عندها من الثقافه والرقي انها هي اللي تجرنا لمناطق ايجابيه وتصدر صوره ايجابيه عن مصر كلها مش مجرد مصر بس. وقصه ان جمهور الاهلي من اكثر الجماهير متصدره منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي اكبر شعبيه في مصر وافريقيا والوطن العربي. اعتقد لغه الارقام هنا بتتحدث عن نفسها. الاهلي اكثر متابعه على الفيسبوك، الاهلي اكثر متابعه على تويتر، الاهلي واكثر متابعه على الانستجرام، الاهلي على كل الحسابات الرسميه، بس الاهلي مش بس اكتفى بده، الاهلي عنده الوسائل الرسميه والوسائط الرسميه وكلها ناجحه ما شاء الله في الـ في الـ في النادي الاهلي وارقامها كبيره. الاهلي مش بس كده، الجمهور ابتدى كمان ياخد دور بفكره ان هو التواصل مع الصحفيين افارقه وصحفيين اجانب وغيره وغيره وغيره، ابتدى الجمهور يعمل حاجات اضافيه مهما كان دور النادي. النادي في الاخر يعني له هيكل اداري محدد بتتعامل معاه، انما انت كجمهور ليك مساحه واسعه جدا واطر كتيره جدا انت تتعامل في اطارات مختلفه. فالجمهور في الفتره الاخيره وكمان لو لاحظت من ساعه وصول موسيماني، الجمهور يعني جمهور الاهلي ابتدى يغزو افريقيا، بقى جمهور الحمد الاهلي لله. منتشر جدا في اكيد. فكره. معلومه اخيره بقى لو اتفضل هنختم يا ابو حميد، يعني من باب اتفضل. التفاؤل، نختم بيها. تمام، من باب التفاؤل دايما في رقم معروف ان الاهلي عمره ما خسر في دوري ابطال افريقيا من الزمالك، فان شاء الله ما باب التفاؤل برضه معلومه اضافيه، الزمالك لم ينجح في الخروج باي كلين شيت امام الاهلي في كل مباراته السابقه في دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله الاهلي يحافظ على سجله خالي من الهزائم الزمالك، وان شاء الله الزمالك هيفضل ما عندوش ولا كلين شيت قدام الاهلي في مباراه 9 الجايه ان شاء الله. شكرا يا غمري، بشكرك شكرا جزيلا. شوفوا الصوره او شوفوا الكلام بتاع احد محرري السوشيال ميديا، قيمة كبيرة جدا عشان تعرفوا جمهور النادي الأهلي ازاي مثقف وازاي ليه دور إيجابي جدا. شكرا يا غمري، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة يوم الجمعة القادم. لكن سريعا أدخل في الترند العالمي، لأن عندنا كلام مهم جدا في الترند العالمي واللي تم خلال الساعات الأخيرة. طيب نبدأ مع بعض من صفحة الاتحاد الدولي فيفا على تويتر، نشر قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، وبيتصدرهم النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، واللاعبين هم تياجو الكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوسكي، ساديو ماني، كيليان امبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، وفان دايك. كمان لسه مع حساب الفيفا الرسمي على تويتر، واللي نشر قائمه للمرشحين للمنافسه على جائزه افضل حارس مرمى في العالم، ضمت حوالي 6 حراس، أولهم أليسون بيكر حارس ليفربول، تيبو كورتوا، كيلور نافاس، مانويل نوير، جان أوبلاك، وتيرين شتيجن، بالتأكيد حراس مميزين جدا وهتبقى المنافسة ما بينهم صعبة. لكن قائمة أفضل مدير فني في العالم لعام 2020 من الحساب الرسمي لفيفا ضمت 5، طبعا كلهم أسماء كبيرة جدا. نبدأ بزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني، هانز فليك مدرب توتنهام الإنجليزي، يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي، مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الانجليزي، وجوليون ليبتيجي مدرب برشلونه. طيب مكملين مع بعض برضو من الحساب الرسمي للفيفا، واللي اعلن عن المرشحين لجائزه بوشكاش. جائزه بوشكاش هي بتتكلم على افضل هدف احرز في عام 2020. نبدا اول حاجه بشيرلي كروز، دي لاعبه باريس سان جيرمان الفرنسي، جورجيان دي أركسكاتا لاعب فلامينغو البرازيلي، جوردن فلوريس لاعب ويجان الإنجليزي، أندريه بير جينيك لاعب مارسيليا، سوفي أنجل لاعب تشيلسي الإنجليزي، زلاتكو لاعب فيردر بريمن، هولمو فيكيكانا نجم خط وسط فريق سان داونز الجنوب إفريقي، طبعا النجم الكوري لاعب توتنهام الإنجليزي سون هوينج مين، وأيضا كمان ليونيل باديلا لاعب ماركا أبوتو الإكوادوري، وكمان لويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني، كارلوين وير لاعبه مانشستر سيتي الانجليزي. طبعا بنتكلم عن 11 هدف ل 11 لاعب ولاعبه كان ليهم الاسبقيه في احراز اهداف متميزه جدا عام 2020. طيب دي كانت اخر حاجه معانا من الترند العالمي. طيب نروح للمشاركات، لان احنا كنا طبعا طلبنا من الجمهور يوجه رسائل ايجابيه، وكل واحد هيقول رساله هنعرضها من خلال مشاركات الجماهير اللي تمت عبر السوشيال ميديا. اول حاجه محمد بيقول افريقيا يا ابطال كونوا على العهد، قاتلوا بروح الفانيلا الحمراء. وليد بيقول مستنيين الوعد افريقيا يا ابطال.
ابراهيم رأفت بيقول افريقيا للكبار، العب برجوله والنتيجه على الله، كله على الله باذن الله. مراد مجدي بيقول افريقيا يا رجاله. ابراهيم محمد بيقول افريقيا يا اهلي يا رب باذن الله. محمود صفت بيقول افريقيا ان شاء الله يا رب. كريم بلال بيقول حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله موت على الكوره، افريقيا للكبار وانت الاسطوره. طبعا نشيد واغنيه مميزه جدا لجمهور النادي الاهلي في الثالثه شمال. حماده جلال بيقول انتم الابطال، كونوا على العهد، اكتبوا تاريخ لانفسكم يا ابطال، ربنا يكرمكم ويكون اليوم يومكم باذن الله. حسن بيقول التسعه في الجزيره يا رب ان شاء الله. طيب كمان معايا علي بيقول انتم الافضل، انتم الاقدر، انتم الاحق، فكونوا رجال كما عهدناكم واوفوا بوعودكم وعهدكم، لنا ان شاء الله الفوز لنا. احمد سعد بيقول العب وحارب واجتهد وسيبها على الله، افريقيا اهلاويه. رفيق بيقول 11 راجل في الملعب واثقين كلنا فيكم، العب برجوله موت على الكوره، افريقيا اهلاويه. الاميره في الجزيره ميزو العب برجوله موت على الكوره، افريقيا الكبار وانت يا اهل الاسطوره. احمد محمد ربنا معاكم النهارده وان شاء الله هتجيبوا افريقيا وتفرحونا. اخر حاجه معانا في تواصل للجمهور معايا، الباشمهندس عيسى بيقول ما شاء الله، كان ولم يشا لم يكن، افعلوا ما عليكم والباقي على الله. عفيفي بيقول انتوا قدها يا رجاله وان شاء الله البطوله اهلاويه. واخر تغريده معانا حنان بتقول كونوا على قدر الاهلي وجماهيره، كونوا على ثقه انكم الافضل وان شاء الله البطوله اهلاويه. بصراحه رسائل دعم مميزه جدا وممتازة جدا من جمهور النادي الأهلي. بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي والأميرة السمراء والبطولة الإفريقية بإذن الله إن شاء الله يوم الجمعة هتكون فرحة لكل جمهور النادي الأهلي، ولكن كله بإذن الله وبتوفيقه، بتلعب وبتجتهد والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير خلال الفترة القادمة وقبل مباراة القمة يوم الجمعة وتغطية خاصة إن شاء الله لهذه المباراة الكبيرة. شكرا وإلى اللقاء.